زي عصمة أهلها كانت متوحدة الأرض على راي واحد، راي بلاد الشام. حتى طريقها التجاري طريق البحر مرتبطة بامتداد بيوصل لدمشق وكمان الهند إذا تفرع عن الطريق العام. مرور كبار القادة والسلاطين من شارعها الرئيسي بيحكي عن أهمية موقعها الجغرافي. أظن قادرين تتخيلوا صورتها والخير معبي الجو فرح كوام كوام، وبقصتي عنها لهون بيخلص حلو الكلام. ببساطة غراب بين الاحتلال اتغطرس ودموع الأرض ما نشفت والحزن دام ودام ودام، بس أم الفحم سهم بتخزق عين الاستسلام. أم الفحم مدينة تقع في المثلث الشمالي شمال فلسطين التاريخية، وهي تتبع من ناحية الإدارية للواء حيفا. عدد سكانها الآن 53 ألف نسمة، مسطحها الآن 26 ألف دونم. مع العلم أن مساحة أم الفحم قبل تسليمها بموجب اتفاقية رودوس في 20 أيار 1949 كانت تفوق 140 ألف دونم. دولة الاحتلال بأم الفحم هدمت ما يفوق 50 بيت، والآن الخطر الآن هنالك أكثر من 40 بيت خارج نفوذ الخارطة الهيكلية المقترحة، مهدد. 40 بيت سوف تهدمها بأي لحظة. نحن متشبثون بأرضنا، متشبثون ببيوتنا، لن نترك، لأنه في حال تراجعنا أو تركنا بيوتنا هذه علامة لترحيلنا من أرضنا من فلسطين التاريخية. عبر كل المراحل التاريخية السياسة وثقت محطات مهمة شكلت هوية أم الفحم السياسية. اليهود دخلوا لأم الفحم لكل هذا المثلث اللي بسموه المثلث الصغير ب15 أيار 1950. بال58 تشكلت حركة الأرض بشكل عام، وأيضا كان إلها رموز في أم الفحم، محمد كيوان، محمد توفيق محميد، أو أبو فريد شكير. هذول الناس كانوا من المبادرين لتشكيل حركة أبناء البلد اللي حركة وطنية. الجبهة والحزب الشيوعي وأبناء البلد هم اللي قادوا الحركة الوطنية حتى يوم الأرض 76. ما كان في تنظيمات أخرى. بيوم الأرض 76 كان يوم مفصلي لسكان أم الفحم. في هذا اليوم صار مظاهرات، وأم الفحم كانت رفعت الأعلام الفلسطينية، وكان 10,000 متظاهر بهذيك الفترة في أم الفحم، والجيش خرج برا وما استرجوا يدخلوا ولا يقتلوا حدا. بعد ذلك صار في تعددية، ظهرت الحركة الإسلامية والحركة التقدمية والحزب القوم العربي. أقوى تيار فيها هو تيار الحركة الإسلامية الشمالية اللي أخرج خارج القانون بقيادة الشيخ رائد صلاح. أم الفحم كانت مشهورة وطنيا دائما على مرد الحركة الوطنية من قاوموا الاستعمار البريطاني والتركي والصهيوني، وفي أصبحت رمز للعمل الوطني، وخلدها خالد الذكر الشهيد ناجي العلي عندما منعنا كهانة يدخل على أم الفحم، وكان بالألاف الناس منعت قرار حكومي يتنفذ، وهذا كان عضو كنيست، منعنا ودحرجوا صخرة ضخمة على الجيش الإسرائيلي وطلعت في كل التلفزيونات، وناجل علي رسم كاريكاتير كتب عليه أم الفحم الاسم الحركي لفلسطين. خلينا نرجع للأحلام الوردية اللي كانت حقيقة في هالقرية الزراعية.
سهول ممتدة بكل ما لذ طاب، لأنه الله أنعم عليها تكون بنت مرجئ بن عامر. توصل للفولة شمالا والمنسي غربا، وهناك ينتهي حدها الفاصل والحدود ما تخاف تغامر. يعني اسم أم الفحم ذكر في عدة وثائق من سنة 1265. أول وثيقة ذكر فيها اسم أم الفحم كان في زمن الظاهر بيبرس عندما حرر البلاد من الصليبيين. أم الفحم مكونة من 4 حمايل كبيرة، وهذه الحمايل تضم الكثير من العائلات. العائلات الأساسية في أم الفحم هي عائلات المحاجنة، الغبرية، الجبرين، محميد. البلد القديم كانت تقسم إلى عدة أقسام، منها المنطقة اللي احنا اليوم بنسميها منطقة الميدان أو منطقة الغبرية، ومناطق ثانية منطقة الجبرين، محميد ومحاجنة. هلأ الميدان إيش كانت عبارة عن شو؟ عبارة عن بيدر كبير. يعني كانت أم الفحم مشهورة كثير في البيادر، لأنه كانت بالأساس بلد وقرية زراعية. برضو كانت تستغل المناسبات، الأعراس، حتى مظاهرات اللي كانت تنطلق في أم الفحم في سنوات الحكم العسكري كانت برضو تنطلق من هون. كانت أم الفحم بلد مشهورة في غاباتها وفي أشجارها في مناطق الشاسعة، وكان يصنع فيها الفحم. تصنيع الفحم طبعا بيحتاج إلى مياه، وأم الفحم كمان مشهورة في كثير عيون مية اللي موجودة في كل مناطقها. كم عين مي فيه؟ لا يقل عن 30 عين مي. احنا موجودين باعلى منطقه في ام الفحم، صحيح؟ نعم، احنا موجودين في منطقه جبل اسكندر اللي هي ارتفاعها 528 متر عن سطح البحر، مشرف على كل منطقه مرج بن عامر، منطقه الساحل، وكمان منطقة جبال نابلس. ومن هون أهمية هذا الموقع، أنه تاريخيا حتى كان استعمل كمنارة اللي لتوصيل الرسائل في من زمن صلاح الدين. إحنا وعينا أنه الجبل، وزي ما حكيت وكتب أيضا، أنه الجبل سمي على اسم اسكندر المقدوني. طبعا ما فيش عندنا أي مستمسك وثيقة تاريخية، فكانوا يطلعوا هون كبار صغار في موسم اللي عندما يتوقف المطر، استرجاء المطر، وكان يتم أنشيد يعني شيخ اسكندر بنسترجيك، كب المطر ينزل فيك، احنا بنتوجه عليك وانت توجه على الله. سنة لما هجر من إحدى ضواحي أم الفحم واللي تعرف باللجون. حان لأيام كان يطلب منه أبوه يروح يشتري خضرة من البساتين، وإذا مد إيده على جيبته يدفع الحساب يأكل بهدل من الفلاحين. والله أسلم على أبوك يا أبو فاروق. جاء فوز الكاوجي رحمة الله عليه وجاب مناضلين معه، قسم من سوريا وقسم من فلسطين، كاد نروى على نحتل مشمار عمك، صنع نقطع في الشريط، ولا هو جاي واحد مسؤول يعني، قال أجت أوامر ننسحب. قاومنا ودخلنا على الكيبوتس، ولولا المسؤول قال ارجعوا ما احتلنا الكيبوتس. بعد 4-5 ساعات أجت القوات الإسرائيلية اليهودية من هناك وعبوا الكيبوتس وضربوا قتلوا منا ليوم القتل. اللي مضايقني سلوك الأمي، سلوك الأمي كلها ككل يعني. متضايق يا عمي، حتى لو اتضايقت شو بدي اسوي؟ أنا بوصى أولادي وأحفادي، مش في عندي أمال، أنا متأكد يعني إنه بدي أرجع. أنا متأكد، أنا فيش مش مسألة أمل يعني، نسأل الله إنكم أنتم تلحقوها أنتم. بجوز إحنا ما لحقنا. Thank you.
ابن خال إلي مباشر محكمة في حيفا، أجا بغراضه وروى عالم الفهم محمد المفلح أبو تبع الإغبرية مع بروده وبده ربوه، أشهر للسيارة ما وكفت السيارة فيش بطرح اللي ورتبه يعني، السيارة ملان غراض، سحب المكنس ما وكوس الطلاق، أجا مصوب في العبد ابن خالي، كان أجا حياة خالي الله يرحمه، قال يا ناس أنا غباري واللي قتل ابن غباري، وقت بقى الأب بقول هيج يعني هذه بكت نوع من الرجولة لأنه أحسن لا يتقاتل الناس مع بعض وكلها سلاح. بكوا عايشين على الزراعة، والزراعة اللي بقى يزرعوها كان الإنجليز وقت اللي ما يصير الموسم الخضار أو القمح أو الشعير يجيبوا طحين من كندا ويجيبوا طحين من أمريكا مشان الفلاح ما يقدرش يسد الشغل تبع الأرض يعني، والهذا والخضار بكوا يستوردوا خضار بالموسم بكى والله نأخذ السيارة مك ترك كبير نندان في الإيجار نروح هناك البيت نجان مثل ما تقول الكيلو بكرش نلقى هناك بتعريف، كله بكت سياسي مشان الفلاح يكره الأرض يعني. يقلوا القمح ويخلطوه مع التراب عشان يلعبوا السيجة، لزوم السهرة يشغلوا هالكانون لحتى يتملحوا منه كستنة ويتحلوا هريسة. في مكتب عمل بحضر أبوي، هسا يجوا يا حرام الفقراء، يجوا كله بدنا خبز بدنا طحين يا مناحم جوعانين للحاكم العسكري، بكت اللحمة ممنوعة. راح حيات أبوي جاب لنا لحمة بكاش بردات زي اليوم، حطتها أمي بالخزانة المطبخ ودشرتها، أجت البسة أخذتها وشردها. إيه ما تلع لكم مش نصيب تأكلوها؟ لا لحقتها، لحقت البسة بكأن الحيطان على بعضهن. أنط من حيط لحيط شافني الحاكم قال شو بتعملي؟ قلت له اللحمة أخذتها البسة، طخ على البسة وشردت وأخذت اللحمة. أخذت اللحمة. من ضمن الأمثال الشعبية الفلسطينية القديمة في مثل شعبي وطلع بناء على إشي صار بأم الفحم. كانت وحدة أرملة عايشة ببيت وبحدها جار، هسا بالليل كانت يسرقها قتلها لما صحيت عليه. ثاني يوم طبعا أطلعوا جنازتها، صار هو البعيد يقول يقتل اللي قتلك. بعد ما عرفوا قالوا قتلهم مش بجنازتها. ومن هون طلع أي مثال؟ طلع مثل مقتل القتيل وبمشي بجنازته. بكون الناس ملوا من العيون بكاش الحنفيات بالدور. هسا في واحدة بكت حلوة حلوة طويلة وحلوة ملكة جمال، هسا الشباب يلحقوها قولوا الله أكبر وردت على العين، فلاني غزالي مصور والله ما فوتك يا نور العين لو قطعون الواحي الصابونة. أيوة هسا كنت من عين تعبوا المي؟ من عين النبي. جبينك عالي وما بينضاف فحماوية، ورح تبقى بكل الأجيال فحماوية، وجبينك عالي وما بينضاف. وصل صيتها للأردن وسوريا، وإذا في مشكلة كان يقولوا هات نعمل صلحة فحموية لحتى تنتهي المشكلة. كان مستعد الفحماوي يدفع من جيبته الدية، غير إنه أم الفحم بالكرم بتقول إحم إحم، وبينضرب المثل بحجة بلقيس اللي وصلت لمرحلة دبحت بقرتها لتكرم ضيوفها وعشان تفرد اللحم.
كان يقولوا بأم الفحم بدون تركيب وبجودة عالية لا يعلى على الترنج الفحماوي اللي نافس حمضيات يافا وكان هو النجم، وبشراسة مقاومة عاصمة المثلث اللي حافظت على الأرض ورفضوا أهلها يغادروها بيقولوا أم الفحم جبل نار يا ويل اللي بعادي ابنها الشهم. لحلوة يا دنيا زينة صندوقة من أم الفحم وسط فلسطين التاريخية.